سيادة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أخبار اللجنة يا فندم اللي أنتوا عملتوها إيه أو شكلتوها إيه؟ اللجنة دي كان فيها حد من الصحة، حد من الرقابة الصناعية، من عندكم، لماذا لم تخرج نتائج اللجنة حتى هذه اللحظة يا فندم؟ مساء الخير الأول يا أستاذة نبيس وأهلا بمشاهدينك الكرام. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما المهندس إبراهيم قال لك، إحنا جزء لا يتجزأ. جهاز حماية المستهلك بيتدخل لما يحس إن فيه بلبلة وإن يعني الساحة فاضية ومطالبة إن يبقى فيه عندنا رد، علشان نقدر يبقى إحنا عندنا اطمئنان إن فيه المستهلك ما فيش أي خطورة عليه. احنا فعلا كنا شكلنا لجنه، اللجنه دي شكلت من الصحه والرقابه الصناعيه ومباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك، واحنا رحنا قلنا لهم انزلوا يا لجنه. فعلا اللجنه نزلت الاسبوع اللي فات، شدايته راحت للمصنع واخذت عينات وقلنا ان احنا نبعتها. انا وقلنا النهارده جالنا عندنا مخرج جديد، اللي هو ان الرد اللي حصل على الرقابه الصناعيه من العينات اللي هي تم اخذها، احنا كل اللي بندور عليه، احنا مش بندور على ان احنا بندور على العيب، احنا بندور على الاستبعاد. وفي فرق كبير قوي من ان انا بدور على العيب، يبقى انا بدور بعين اللي هي فيها نوع ان انا عايز ادور على حاجه عشان اقول لا عندي فيه مشكله، وفي فرق بالاستبعاد للاطمئنان ان ما فيش عشان عندنا اي نوع المواطن مشكلة. بالظبط. عشان ما فيش خطوره. تعرف حضرتك، احنا اليومين دول احنا بنعاني من حاجه غريبه جدا، الإشاعات اللي هي في الآخر مدمرة على ما هو ده استثماراتكم. اللي احنا بنقوله، ولما يعني بنقول كده يقول لك انتوا بتتكلموا بصوت رجال الاعمال. احنا الاستثمار يعني تشغيل، يعني تنمية، يعني ضرائب، يعني كل حاجة. بص يا أستاذة لميس، لسه برضو كنت اديت مثال ان انا لقينا برضو على السوشيال ميديا ان احذروا احدى ماركات اللي هي المشروبات الغازية، ان في اختلطت بماده بالناس اللي بتشربها بتموت. فطبعا اشاعه خطيره جدا، ما اقدرش ان انا اخدها كاشاعه. فانا تواصلت مع الشركه، يا شركه انتوا فعلا عندكم اي حاجه؟ قالوا لا. طب ابعت لي جواب رسمي بكده. بعتوا جواب رسمي، انا برضو نزلت اخدت منتجات وبعتها طيب، للتحاليل، وانا متاكد تماما ان ما عنديش لكن حاجه. انتوا ما طلعتوش لسه يا سيادة اللواء يعقوب، لسه ما طلعتوش تقريركم. كنا متوقعين ايضا من حماية المستهلك المصارعة. حضرتك بتقول احنا بنتدخل لما بيكون في اشاعات، احنا بقالنا اسبوعين في حملة مغرضة كلها اشاعات، ليه ما طلعتوش تقريركم؟ أستاذة لميس، أنا عملت اجتماع، كان جالي المجموعة بتاع هاينز على أعلى مستوى، كل الخيرات بتاعتها سواء إذا كانت اللي هي الريجنال أو اللي هم اللي شغالين في مصر، وقعدوا معايا في الجهاز. قلنا لهم إحنا مش ضد الاستثمار، الاستثمار ده جزء بأصبح واضح. جزء من الناتج بص القومي. حضرتك، هو الحقيقه ان كل اللي بيحصل ده يؤكد ان انا ضد الاستثمار، فبلاش. احنا مش ضد الاستثمار ازاي يعني؟ يا استاذ لميس، النهارده خلينا ان احنا نتكلم بدون بالواقعيه شويه. لو في النهارده اي حد بيتكلم، احنا ما بناخدش المواضيع فيها نوع من نتاكد ونقول لا ما كانش مفروض. ليه؟ لان انا ممكن كل الفرضيات موجوده في اي حته في العالم، هناك ما يسمى بالهيومن ايرور. لو حصل ان في حصل، تعرف حضرتك مارس وسنيكر، احنا سحبنا من السوق كل البضاعه اللي جت بناء على ريكول كان جاي، صح، على ان في مصنع في هولندا وقعت حته بلاستيكيه صغيره بس بعد الشكوى من المانيا، خلت ان اخذوا كل الباتشات بتاعت يناير وفبراير. بس يا سيادة اللواء، حضرتك عارف كويس قوي انه في الخارج يتم البحث والتحقيق والتأكد، وبعدين تتسحب العينة ويتقال انه مصنع كذا، سواء مصنع أدوية، مصنع أغذية، مصنع كذا، سحب عينات كذا او سحب منتج كذا بعد ما ثبت كذا. لكن احنا قبل ما بيثبت بنحبس الناس وبنشوه المصانع. وانا بتكلمش بس على هاينز، انا بتكلم على هاينز وعلى ايديتا وعلى المصانع المياه الغازيه وعلى اللي حصل في رجال الاعمال، بتكلم عليهم كلهم. احنا بنشوه الناس اولا، وبعد كده نبتدي نقول اوبس سوري، ده احنا طلعنا غلط، ده طلع اوكي. مين اللي بيدفع الثمن بقى؟ انا وحضرتك والاستثمار والبلد وعبد الفتاح السيسي وكلنا. استاذه لميس، برضو عشان ما نحملش الامور، اولا بالنسبه للشركه وبالنسبه لكل من تعاملنا معاه، لما بنيجي بنتكلم احنا بنتكلم على الموضوعيه، وليس مجرد ان احنا اللي هو التشفي باجراءات من شانها اللي هي ان احنا يبقى في نوع من الاضرار بالاستثمارات اللي هي الموجوده. انما في نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك،
لما بيبقى في حاجه ما يسمى كلير اند بريزنت دينجر زي ما بيسموها، يبقى ما فيش، يبقى لازم ان هو يبقى في اجراءات وقائيه المفروض الناس كلها بتاخدها عشان ما لسلامه اي مواطن. انا اعتقد حضرتك توافقيني في الراي، لا تسوى ان احنا ان يبقى فيها تاخر، لان ساعات في بعض الاحيان الاجراءات الوقائيه اللي هي اللي بتتاخد انها بتبقى اسمها اجراءات احترازيه. يعني انا ممكن اختلف عن القصه دي، بس عايز اسال حضرتك على ليه برضو تقريركم ما كانش اسرع علشان لسبب بسيط يا استاذه لميس، لان انا لان احنا حتى ما سحبناش، ما الاجراءات الاحترازيه كان ممكن نسحب بقى المنتج من الاسواق لو احنا قلقانين للدرجات دي. لا ما هو في الحقيقه انا اخدت بالاسواق برضه، لان انا برضه لازم اتاكد ان المنتج اللي هو اللي موجود في السوق لا يشوبه اي شائبه، دي نمره واحد. نمره اتنين، بس احنا زي ما شايفه حضرتك احنا بنتعامل بهدوء، لان احنا لا بنهول ولا بنهون، لان احنا في كلتا الاحوال لازم ان احنا نبقى موضوعيين، لان دي مواضيع كلها تتعلق بصحه المواطنين وبالاستثمار. طيب. اذا التوازن البيان هيطلع من عندكم امتى سياده اللواء؟ انا مجرد ما يجي لي، انا ما جاليش، انت عارف حضرتك انا بعتمد على مرجعيتي، سواء اذا كان زي الرقابه الصناعيه اللي هي مصلحه الكيمياء او وزاره الصحه. وزاره الصحه مجرد ان هي يترد علينا بما جاء في العينات، انا هطلع واقول والله احنا من الموضوع، ويعني مش عايز، انت عارف حضرتك في مثل بيقول لك ذا مور وي توك اباوت ذا مور وي كومبليكيتد، احنا بنحاول ان احنا نبقى بناخد رايت تو ذا تارجت، احنا بنحاول ان احنا نوصل للي احنا عايزينه سواء تو انكلود اور تو اكسكلود. شكرا. طب يعني بالنسبه لك تقرير الرقابه الصناعيه ده مش كافي ولا منتظر الصحه؟ انا بالنسبه لي بالعكس، انا بقول ده يعطيني الاطمئنان الكافي، وقد يحدث ان هو ان احنا دلوقتي ان احنا قد نعتمد عليه، لان الرقابه الصناعيه دي هي الجهه المرجعيه للتفتيش على المصانع، ولازم ان انا احترم، انا عندي حته القانون بتاعتي بتقول لو في ما يسمى بالعيوب او ان هو الشركه اكتشف ان عندها عيب في المنتج، يجب ان هي تخسرني خلال طيب. 7 ايام ماشي. او 24 ساعه لو هو يختص بالصحه والسلامه. انما انا ما عنديش النهارده ريكول، انا ما عنديش ان منتج نزل السوق في عيب، وبالتالي ان انا ما اقدرش ان انا اطبق عليها اللي هو ايقاف خط الانتاج. طيب. لان انا ما عنديش ما يسمى ان في منتجات طالعه من خط الانتاج فيها عيب. طيب بشكرك بشكرك سياده اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حمايه المستهلك.